بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى على المنبر وقال: انما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحلي الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام من بركة أيود الاستاجي كنت كذي وحنا يجي وحان سدا ويلي إن إجبرتان. واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نطبق صفة الصلاة الآن حتى نتعين سويا. نعم. نبي قوم كتيرين عليه الصلاة والسلام درتاد أيين سداني وطبقي ناقب وتكني عليه الصلاة والسلام. قبل أن يأتي إلى الصلاة، قبل الصلاة لابد من الإتيان بشروط الصلاة. أنت آن الصلاة قلن وحل جمارمان إن شروط الصلاة لا دميستره. وقد تقدم معنا لا يشمل. وإن الصو دميسترني لما أقول إن الله خميسك. في سكينة. حس حسلوني ولقط كان إياه. نعم. وقوف المصلي في الصلاة الرجلين تكون على امتداد البدن. إن إسوع كتاعن لبديسا لغات وحو استاج يا استاج أو معناها توسن. يعني لابد أن تكون الرجلين على استقامة البدن. وإن لغوه أي كتوسن هذا استاجد شركة. لا توسنا. يضم الرجلين إلى بعض ولا يفرج على استقامة البدن. لغوا لوا لوا اللغات أن أمك لجينا يسمنا دوينا يو وحكوها جاتينا يا شركة أردن. وينظر إلى استقامة البدن من هنا من الخارج القدم. تصنان تشرك وحكفيرين إياه جمدها. الأصل أن يصلي إلى السترة يتقدم إلى الصفوف الأولى. سيدا أصل كوحويان وإن أو سترة حق إذا أوت كذا. نعم. ينظر دائما النظر يكون إلى موضع السجود، لا يلتفت، لأن الالتفات اليسير مكروه والكثير محرم وقد تكون الصلاة باطلة. وحو إيجي يا هلك أو كسجود يو دغدغا غيرنا وشي مكروه كم بدلنا صلاة يدبك هنا. لابد من القيام. وين الروح استغنى في صلاة الفريضة. صلاة واجبك. نعم. الآن بعد أن قام يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة. كدي مركو استاجي صلاة حرنا يا وحرنا يا الله أكبر أو كم إذا ركنية أما تيرك صلاة. يرفع اليدين مضمومة الأصابع حذو الأذنين أو المنكبين. لماذا قعمود بكروق هذا يا يجو سايس وجود دجن وحول لسم يا قربه ساس أما وحول لسم يا عرجه وهل كادكته. نعم، حذو الأذنين أو المنكبين دون أن يمس شحمة الأذنين. خطأ أن يمس شحمة الأذنين. ما قبنا يو عرجه ذا ما قبنا يو، لكن وحول لسم يا أم فرها. أو أن يفرج بين الأصابع، هذا خطأ. إنه ساوك لكي فرح المرة وخلد. أو يرفع اليدين فوق الرأس. أما مضح إنه كسر مريا وخلد. ثم بعد أن يكبر يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى والإصبع الساعد، يعني على هذا المفصل هنا يضع الباطن هكذا وضعا على صدره. قعنتي سميذك أيا وحو كف كذا قداه شاس على عشاء أيود صار يا ماشان عما إمتى لو يقانه يساود الصاريا. نعم. على صدر. يعني وضع هكذا على صدري. سيدا وشيخ صمين يو سيدا وي. أو يقبض هكذا قبض. أما هو قبل يا قبل شو؟ ويضعها على صدري. وحصار يا حمد في كركيسة. الآن يقول استحبابا دعاء الاستفتاح. إن وحو هذا مركو حد يكذبنا وحو أخرنا يا دعاء لو يقانو دعاء الاستفتاح. بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحي النبي كسر عليه الصلاة والسلام حقيسة. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غير هذا من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. دعاك إذا دعويك نعم سلم كسر أروري شيخ مد وأخرنا يكوكا لما يروح أخرنا يا. نعم. ثم بعد هذا يستعيذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب وأعوذ بالله سريا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسمك وأخينا يا. ويقرأ الفاتحة كاملة. سورة الفاتحة وما يسترم وأخينا يا. ثم بعد هذا يقرأ ما تيسر من القرآن. أنت كذب وأخينا يا وحي أفضل القرآن كحقيسة. آية فأكثر.
آيات يوح كبدن با نعم لا يستعيد تكفير استعاذة الأولى استعاذة لي ورمو يعني استعاذة كلمة سعيدة ليو لكن إن أراد أن يقرأ من أول أي سورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد مثلا حديث دون سورة بلو قدين وآخرية بسم الله وآخرية كراب نعم ثم بعد هذا يرفع يديه كما رفع في تكبيرة الإحرام حذو الأذنين كذب المنكبين قائلا الله أكبر كذبنا مرك أو فات هذه هي سورة يا معيد ودميبة قعمه سكر وقاديا قربها ميل لسمن أما دمها عرضه ميل لسمن بقرسين يا وحورني يا الله أكبر يقبض على ركبتين وحوقبني يا لبدة شلبي ويمد يمد المرفقين لبدة حصلنا وتاجيا يقبض على ركبتين ويمد المرفقين لا يثنيهما وحوقبني يا لبدة شلبا حصلنا وتاجيا ويجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس وإن دبرك يمد حسنا شو إسلاك هذا؟ إذا ثنى المرفقين هنا إن ثنى الظهر. حضور لابو لبدا حصل دبرك نوال لابا يا. بعض الناس يضع على الساقين. دتك قاركي ردو ماذا يقعمها هو قبطان؟ أو يقبض على الفخذين. أما تشيل بودية هو قبطان؟ أو يثني المرفقين لا يثني. أما وحو لابا يا لبدا حصل بوسيدا ليه هاي؟ نعم ولا يطقطق الرأس ولا يرفع. ماذا حقوص مرة رعينا يكرنا ما أدينا يو؟ يجعل على استقامة واحدة مع الظهر. إن دبر هذا الرواة. يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم. هل مر أو واجبني ما يقرأنا يا سبحان ربي العظيم. ويستحب أن استحب له أن يزيد بما ورد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وحلو صنينا يا هل كامر وحكبد إنه دعي سنكره. نعم ثم بعد هذا بين الركوع وبين الاعتدال يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده مركه وقصه كعي الركوع والاعتدال كوسعده قعمه كر لقاده يسوق رنيا سمع الله لمن حمده قبل ان يعتدل انت ان الروح استاجي اعتدالك لايما يعني هنا الان يقول سمع الله لمن حمده فاستقام هنا يقول ربنا ولك الحمد مركه وسا وسو كعي رنيا سمع الله لمن حمده مركه توسناد و رنيا ربنا ولك الحمد كثير من الناس يقول سمع الله لمن حمده اذا استقام هنا هذا خطا ددك ان بدن او كميده سمع الله وحي رنى يغو تاغن وانا خلق نعم ثم يقول استحب له ان يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كذبنا وحي اخرنيا اذكارتا انت كلو كهدي ثم بعد هذا يقول الله اكبر بدون رفع اليدين ويسجد كذبنا سجود ور حقيدو هذا يا سون قعميس الرافعين قرو قادن نعم وضع الرجلين لابد اصابع الرجلين باطن اصابع الرجلين تكون على الارض ويرص عقبين وان فرها على شوده اي مخو هايو دلك سدا اي وقبتان ويضم الاصابع ويجعلها متجهه جهه القبله حذو الاذنين او المنكبين قعمها فرها اذن وينو سايس وقبتا وحق قبلتها قابلسيا اي نعم طيب لابد أن يجافي بين أشياء ثلاثة يباعد بين أشياء ثلاثة سدح شيء بوك لقين إياه بين الساق والفخذ وحوك لقين إياه بوددة يمحوها هايو لدنك والبطن والفخذ عراشة يمحوها هاي بوددة والإبط هنا كل كلهن وك لقين إياه يعني لا ينضم اسكما دتشين إياه يعني لا ينضم هكذا نعم أشهد أو نعم خطأ سيدن وخالد وإيقابكن نعم قدم قدم نعم بعض الناس يضع رجليه هكذا أصابع رجليه هذا خطأ دتك قاركي سيدا سيفره هذا يلان وأنا خالد بويلي أو يرفعهما أما كربه قاضيا أو يضع واحدة فوق الأخرى أما وايز دوساريا هذا لا يصح أو يضع المرفقين على الأرض أما بدو يعني حصل الذي بدو كديجيا نعم هذه كلها أخطاء في الركوع أو لا يضع الأنف على الأرض الأنف؟ الأنف لا يضع الأرض يرفع عن الأرض أوكي قاركودنا سنكر لكم مدقان أو كربي وقادان يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا واجب نمو هل مربوح ورانا يا سبحان ربي الأعلى ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أنت كبدينا والله سنيني ثم يقول الله أكبر ويجلس كذبنا وحوراني الله أكبر وفرسنا يا يجعل الرجل اليمنى
هنا عن الجانب الأيمن لغت المدد لنا عمدد بويلية يضو وباطن أصابع اليمنى على الأرض لأن فرها على شهدون للكوكو قبنية وأصابع اليمنى إلى القبلة فرها مدكتنا حقيق الذي قابليا ويفرش اليسرى ويجلس عليها تم بدحنا وقوقليا ونقو فريسانيا هذا في كل جلسات الصلاة فرية الصلاة ونقابك صلى الله فريستا نعم ويضع أطراف الأصابع عند نهاية الفخذ ومبتدا الركبة فرح قعمها وحودي قيا ماشى قدام بيسا بوددا هي ماشى وقبل أبنا يتشلبها نعم يقول هنا رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا واجبني ما قلت أرانا يا هل مرة بغفر لي ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كبر يانا والله سنين يا نعم ثم بعد هذا يسجد يقول الله أكبر يسجد السجدة الثانية كذبنا وسجود يسوى تكبيرتين سجد اللبات ثم بعد هذا الله أكبر ويقوم إلى الركعة الثانية وتكبير سنة يا وحو استغي الركعة اللبات نعم يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى ركعة اللبات وحكو سمينة يا وحكو سمينة ركعة كوبات يبسمل يقرأ الفاتحة بسنك وآخر سنة يا فاتحنا وآخرنا يا ويستحب لهم أن يقرأ بما تيسر من القرآن وحاصلنا وإن وآخر يا وحي القرآن ويقانه ثم يرفع يديه يكبر ويركع كذبنا قعموه ورفعنا يا هل كي وقيني يبوقيني يا وكبارنا يا نعم ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله أخينا يا مركو سوت سيو كذبنا ربنا لك الحمد كل اعتداله ثم يسجد كذبنا وسجود يا ثم يرفع وصوكر نقنا يا ثم يسجد هدنا وسجود يا ثم يجلس وفريسنا يا نعم الآن هنا يتشهد نعم هذا وأطعيات سنة يا يحلق بإصبعين يشير بهما يحركهما نعم فرتنا أو مردسنا وإشارة يا سانا وأو تحليقنا يا سول كأي محوا يفرت كحكتا لا نعم أيوه كذبنا وتحريكنا يا رغاتنا يا طيب الآن يقرأ التشهد وهو هذا أخني يا فاتح يعني أتعياتك وجوبا واجب واجب وي. إلا إذا كانت الصلاة لماذا فعل يا أحباب إذا كانت الصلاة ثنائية والله فهذه هذا التشهد ركن من أركان الصلاة هدي الصلاة أي تهي صلاة لبرق عوكلية التحيات كني وتير كم إذا تيرش الصلاة ده وإذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء يكون هذا التشهد واجب هدي الصلاة تهي سد حرق عضو سد مغرب كوكلة أفر عشاها وكله التحيات كانوا يقولون نقول يا واجب نعم يتشهد وتحيات سنة يا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية النبي قال أيوكو صليني عليه الصلاة والسلام صلاة إبراهيمية ثم يستعيذ بالله من أربع الله أفر شيء كما قال يا سبحانه وتعالى من عذاب جهنم عذابك جهنم عذاب القبر عذابك قبر من فتنة المحيا والممات في ندى جيرد إن نلشى ومن فتنة المسيح الدجال إيه في ندى المسيح الدجال ثم يستحب له أن يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بدعة النبي عليه الصلاة والسلام كذب وحى الله سمين يا دعاء إساق ودوني لكن وحى في عن دعانا السلام إنه كدعو عيسته قصوا ناطي نعم ثم يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله برأسي فقط كذب ندينا عميدك بو إساق ومدحيس أموريتشين يا ورانا يا السلام عليكم ورحمة الله ثم السلام عليكم ورحمة الله كذب ندينا كبيدح بوصلا نقصنا يا هناك من الناس من يلتفت بمنكبي وهذا خطأ يعني يسلم هكذا هذا خطأ هذا التسليم خطأ دادك وحاة شراء قاركوت مركي ورانا يا السلام عليكم قرب كده نوريتشين يا سيدان نعم أو مركي وخالد بو أو يطاق الرأس أما إنه ماذا حساو رارعيو نعم أو يضرب على الفخذين أما إنه تلبيها كالقراعو نعم فإذا سلم الآن يأتي بالأذكار الواردة إذا كانت هذه صلاة فريضة كدي مركو صلاة تقبح وحو الله إمنا يا أذكارتي معروف كاهيد هذه صلاة واجب تاهي وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقوم إلى الثالثة هذه صلاة تهي مد اللباء سدح أما أفر أي تهي وحو إستاغيا رقع ذي كلام نعم وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية في التشهد الأخير يتوضأ هذه الصلاة تهي رباعية أما ثلاث مغرب كإعشاء وكلام
فدي هو روا بدل ميا أو واحد ويا بردي بوكفر السنة يا هدر نعم لقطة بذحنا أنتوا هوس بقصوا قلنا تامي دقنا واستشينا يا نعم عندنا صفات هذه صفة من الصفات واتلمات المامها كم إذا تاني نعم عندنا أخطاء في الجلوس من الناس من يجلس هكذا واحد شراء قاب فدي قاب خلدم بشراء ضد بساء وفريستا أو يجلس على الرجلين نعم أو لبعض اللغات بكو فريسان يا أو يجعل الرجلين من الخارج ويجلس أما لبعض اللغات أنتو كلا بحيو وحكو فريسان يا بريدي نعم هذه كلها أخطاء في الصلاة وخلطات صلاة الوسم أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمونه يصلي أجلس 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 نبي نوح عليه الصلاة والسلام أنتو كذا صادركتان أنتو كنا يا فنحن الآن يعني الغرض من هذا الآن الأخ يصلي أمامكم حتى نطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وشدد أن وكلنا يوشني وحويان إني نأرجنه سيد ولالك أو طبق يو صلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا بعض المسائل اختلف فيها العلماء. أكثر ندى مسائل شقار كود علماء واسو خلافين. هل ينزل على اليدين او على الركبتين مركه او صعود السجود ما وحو دجين لبدا غعمود بو هرمرينيا مثل لبدا جلبو يبحث في هذه المساله عن امام يثق بديني وعلمي واخذ بقوله بس الاذن وحو كباريا امام او امدا لو كلسون اي كد نقول كي سو قادنيا نعم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا وياكم